طبعا المثل اللي بيقول ابن الوز عوام النهارده منطبق على القعده دي انطباق كامل وتام. مش كده يا حنان؟ لا لا انا بعدت انا خلاص خرجت بره السكه، لكن انت فيها تمام. يعني ابن الوز والوزه بالظبط. ده انت يعني عندي وز ووزه. المثل متحقق فيكي تحقق كامل وتام. قولي لي بقى، انت اشتغلتي في هذا المجال بناء على رغبتك الخاصه، ولا حد مثلا وجهك من سواء الوالد او الوالده؟ لا، هم وجهوني لطريق تاني مختلف. فعلا؟ جدا. انت دارسه علم نفس صح؟ انا دارسه علم نفس واشتغلت في شركات استثماريه. بس كنت في نفس الوقت بكتب في نص الدنيا. ويمكن انا مش حد وجهني، هي الفكره في انه انا ظروفي عائليه، لانه ما كانش عندي اخوات، واهل والدتي ووالدي مسافرين بره، فما كانش في غيري في البيت. فطبيعي ان انا لما كانوا بيشتغلوا كانوا بياخدوني معاهم. يعني ماما لما كانت بتسجل كنت بروح معاها، بابا لما كان بيصور كنت بروح معاه. فغالبا انا كنت بشتغل قبل ما اشتغل اصلا. يعني فكانت لعبتي ان احنا رايحين علشان نعمل حوار مع فلان، مع علان. فطبيعي انه لما تبقي بتشتغلي من وانت صغيره قوي كده، طبيعي انه التطور الطبيعي بتاع الحاجه الساقعه انك انت لازم في الاخر تبقى دي يعني نهايه او بدايه. طب ليه درستي علم نفس؟ ليه ما درستيش اعلام؟ بصي، علم النفس هو انا كنت عايزه يعني ادرس اعلام الحقيقه، بس طبعا هي فرقت درجه او درجتين. لكن اكتشفت مع مرور الوقت بقى انه دراسه علم النفس بتفيدك اكتر من دراسه الاعلام، لانها بتخليكي تعرفي مفاتيح الشخصيه اللي قدامك. تعرفي ازاي تتكلمي معاها، تعرفي فين نقط ضعفها من غير ما تتكلم، توجهي لها الاسئله بحيث انها ما تهربش من الاجابه. يعني بتعرفك، بتديكي ادوات كده معينه، مفاتيح صغيره بالظبط في الحوار، في الحوار مع شخصيه او في التحقيق الاجتماعي. يعني كنت تحبي تكوني ايه لو ما اشتغلتيش في الاعلام سواء صحافه او تلفزيون؟ تحبي تكوني اشتغلتي ايه؟ والله في ناس كتير قوي كانت تقول لي لو انت ما اشتغلتيش في مذيعه كنت هتشتغلي ممثله. ده رسمي يعني. بس انا بقول لك انا كنت هعمل ايه؟ ما اعتقدش ان انا كنت هبقى حاجه ثانيه غير حاجه ليها علاقه بالكتابه. لانه انا بكتب مقالات، تحقيقات، حوارات وشعر. وكنت بكتب وانا صغيره لاصحابي موضوعات التعبير. يعني بالنسبه لهم كانت هم. بالنسبه لنا كانت بيس اوف كيك طبعا جدا. لانه وكنت بسهب بقى، عارفه اسهاب بقى. وبعدين كل موضوع غير التاني، علشان طبعا لو اتقفشوا هيروحوا في داهيه. لانه هيعرف. انت بتنوعي في الاسلوب بقى طبعا كمان. جدا لنفس الموضوع. يعني بكتبه بكذا اسلوب، لانهم كانوا ثلاثه اربعه اصحابي، فمش معقوله ثلاثه الاربعه هيبقوا. طب وليه كانوا بيقبضوكي كام؟ لا ما بيقبضونيش، ده محبه. ده محبه، اصل كنت بلاقيهم متورطين وكان بالنسبه لهم الموضوع فظيع جدا. وانا كنت بحب الكتابه، يعني انا بمارسها بشكل فيه حب يعني. طب ليه اصحابك كانوا بيقولوا لك انت تشتغلي ممثله؟ انت عندك مواهب في الموضوع؟ اولا انا كنت وانا في المدرسه كنت بمثل كتير جدا، وكنت كل حفلات المدرسه وكل حفلات الجامعه انا اللي ماسكاها من الالف الى الياء. يعني مش بس كتمثيل، وكانتاج بقى، وكاخراج، وكسيناريو، ككل حاجه. يعني كل موضوع المنظومه كلها كانت معايا. كل حاجه الحقيقه. وكنت يعني بسكن كمان الادوار بتاعت اصحابي، يعني اشوف مين اللي مقوماته ينفع في الدور ده. كمان حاجه كانت هايله جدا. لا لا لا. فكانوا دايما متنبئين لي انه انا هيبقى لي علاقه بالميديا. طب احنا سامعين انك انت عندك مشاريع تمثيل. هو انا ما عنديش مشاريع، هو بس بيتعرض عليا كتير الحقيقه من زمان، من قبل حتى ما اشتغل مذيعه، من وانا كاتبه. لانه انا صديقه الناس اللي في المجال ده، يعني تامر حبيب، خالد جلال. خالد كان بيعرض عليا مسرح كتير جدا الحقيقه. تامر برضو نفس الحكاية. بس أنا الحقيقة عايزة أوظف ده بس في برنامج، مش في مسلسل، مش في مسرح، مش في فيلم. لأنه أعتقد أن المجال مليان فيه، يعني مش ناقصني، يعني المجال مش ناقصني يعني. بس أنا نفسي أوظفه يعني. رأيك إيه في ظاهرة الفنانين اللي بيشتغلوا مذيعين كتير وعندهم برامج؟ بما إن أنت ياسك بتقولي دلوقتي إنك أنت هو المجال مش محتاج. مش طب مش نفس القصة برضو بالنسبة لمجال الإعلاميين؟ بصي، هم بيلجأوا للفنان كاسم، لأنه أنت عارفة طبعًا إن الميديا دلوقتي محكومة بالإعلام. فالإعلانات بتيجي، ممكن تيجي على مذيعة طبعًا، ما فيش مشكلة، لكن أكيد يعني عشان نبقى واضحين وصرحاء مع بعض، اكيد هتيجي على فنان اكتر يعني، او فنانه. وبعدين خلي بالك انه برضو الفنان، شرط الفنانه والفنان على فكره يبقى عنده ملكه الحوار. اصل الحوار ده هي مش الفكره، هو ما بيبقاش حوار كمان يا حنان، هو بيبقى ترفيه. يعني ما تقوليش مثلا انه في فنان او فنانه من الفنانات اللي موجودين مع كامل احترامنا ليهم بيعمل مثلا حوار له علاقه بالثقافه،
بملف اجتماعي، لا كله بيبقى ترفيه يعني. وغالبا برضو بيستضيفوا بعض، يعني ما فيش حد فيهم مثلا استضاف دكتورة أمنة نصير او فيش حد استضاف مثلا دكتور زي حواس. يعني الفكرة عندهم بتبقى ترفيه نمرة واحد، وهو الإعلان هو اللي بيتحكم في الموضوع ده. إنما المذيعة تقدر تشتغل فن، اجتماع، سياسة، اقتصاد. تعرف أستاذ مفيد كان موجود معانا قبل كده هنا وانت كلمتيني؟ ما أنا كنت موجودة. أيوة أنا اللي كلمته على الهواء. أيوة صحيح. أيوة. كان ليه وجهة نظر في موضوع الإعلان ده، وكان شايف إن الإعلان ده، فكرة الإعلانات بالطريقة دي يمكن ساهمت في إن الإعلام ما بقاش زي الأول. صحيح، يروح في سكة تانية خلاص. ما هو ده، هو ده له عنصر إيجابي وعنصر سلبي. العنصر الإيجابي إنه طبعا بيخليكي متشافة بشكل كويس جدا، لأنه طالما إنه في حق شراء البرنامج يبقى أكيد له جماهيرية. مشكلة بس إنه العنصر السلبي إنه لقيتي إن المذيعات دلوقتي أو المذيعين مش لاقيين الشغل ده لأنه رايح لفنانين. فزي ما تقول لا، وهو كمان بيفرض المزاج العام اللي موجود في السوق عشان يتباع، بيفرض عليكي ساعات انك تقدمي حاجات جايز تكوني انت ما انتيش حباها قوي بالزبط. او مش هي الحاجه اللي كنتي نفسك تعمليها. صحيح. لا، وكمان المذيعين او المذيعات دلوقتي بيقولوا لك طب لو من الفنانين بيقدموا برامج يبقى احنا هنروح نمثل. يعني فده الاتجاه الجديد. يلا بينا. ما جدا على فكره. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ جايز نسبه يعني ثقه وجداره في المجال ده، ما فيش مشكله يعني. هو اللي قادر على الهواء. دور انشراح اللي انت المعروض عليك ده، دور انشراح. دور انشراح. لا ده دور معين. بصي هم كذا يعني. بصي الغريبه كمان ان انا اتعرض عليا ادوار شر، مش عارفه ازاي يعني. وبقى جايز انا وشي ممكن يجيب في سنه شر يعني. واتعرض عليا كوميدي لانه انا ساخره اصلا بطبعي يعني. انا بكتب في المصري اليوم كتاباتك. احنا هنتكلم عن الكتابه الساخره. تمام. فيعني هم يعني بيحاولوا يستثمروني في كذا اتجاه، فده كويس في حد ذاته. بس انا حقيقي نفسي ان انا استخدم ده في برنامج. حلوه الفكره دي. طيب احنا نشوف الموضوع ده انا وانت بنتكلم فيه بعد الهوا. ارجوكي قولي لي. طب عشان نقفل الكلام عن الشق العائلي، ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من الراحله امل العمده؟ ماما كانت إنسانية جدا في شغلها، وكانت دايما شديدة القرب من الناس اللي تحسي، مش عايزة أقول فقراء أو محتاجين، خليني أقول إنهم عايزين يد العون، عايزين يوصلوا صوتهم. ويمكن كمان العون مش لازم يكون مادي فعلا. لا طبعا. لا، وهم أغلبية الحاجات اللي هي كانت بتعملها كانت ليها علاقة بالاجتماعيات يعني. أو إنه الناس مثلا عايزين يوصلوا صوتهم لوزير الصحة، لوزير الري، لوزير الزراعة. ويمكن ده كمان الشق اللي بابا كان واخده في برنامج حديث المدينة. اللي هو ظهر من لا ظهر له. ودي إلى حد ما النوعية دي جايز تكون مش جماهيرية قوي، الناس بتبقى حابة إنها تشوف تفاصيل خاصة بفنانين، أسرار، مقالب، حاجات كتيرة جدا. إنما الشقية دي الناس مش بتقبل عليها زي الأول. يمكن قبل كده كانت الناس بتحبها جدا لأنه كانت بتحس إنك بتوصلي صوت. دلوقتي أنت ممكن ترفعي سماعة التليفون وتكلمي، تعملي مداخلة لأي برنامج وتتكلمي وتعبري وتقولي، بس مش زي الأول. الأول كنت بتروحي للحالة الحد عندها. صوري الظرف اللي موجود، فكنت بتستشعري انه المذيع او المذيعه اقرب ما يكون الى الشارع المصري عن دلوقتي. دلوقتي الى حد ما بقوا يبعتوا مراسلين لموقع الحدث. بقى في انفصال عامه ما بين الاستوديو والشارع. ده صحيح. حتى لو بعتي مراسلين وكاميرا وكل حاجه، لكن انت ما حسيتيش، ما دخلتيش في قلب الحدث وحسيتي بالموضوع ولمستيه. لا، لانك رحتي لحد المكان، لحد الناس اللي بتعاني. على فكره ممكن لما تبعتي مراسلين، مش يعني انا طبعا مع احترامي لشغل المراسلين، بس لما بيبقى المذيع نفسه، وهو ده اللي عمله بابا، اللي هي الصحافه الاستقصائيه. انك تروحي لحد الحدث. واللي كانت بتعمله ماما في الاذاعه برضو يعني. هي كانت بتعمله في الاذاعه وهو كان بيعمله في التلفزيون. طب ايه اكتر حاجه اثرت فيكي؟ يعني الاستاذ مفيد اثر فيكي ايه اكتر حاجه؟ لا انا بابا، لا ده سؤال
صعب جدا، انا بابا مقصر فيا من الالف الى الياء. لا بس يعني هو خطفني المره اللي فاتت لما كان هنا على فكره، هو بيخطف الدنيا كلها على فكره مش انت ولا انا، يعني بسؤالين كده في السريع برضو، فانا هعمل فيكي كده على فكره. لا بس انا هعرف ليه. طيب ليه؟ طيب يعني اللي هو اللي بيعمله هيطلع فيا انا. بصي انا هقول لك حاجه، اللي بيخطفني فيه ان هو بيتكلم من القلب قوي، لما بيجي بيشتغل بيشتغل من القلب جدا. يعني في ناس احترافيين بيعملوا الشغل وشطار بس مش من القلب. يعني شطار انهم يكونوا بيجيدوا اللي هم بيعملوه، لكن من القلب قوي لا. بابا بيعمل حاجه من القلب، يعني لما بيجي بيتكلم بيتكلم بحرقه فعلا. بما ان احنا اتكلمنا عن القلب بقى، طبعا العلاقه اللي كانت ما بين الاستاذ مفيد واستاذه امال كانت علاقه فظيعه الفظائع جدا جدا جدا، وناس كتير قوي كانت. أثر ده عليكي إزاي وانتي جاية تختاري بقى تتجوزي تعيشي؟ بصي هقولك حاجة مهمة قوي، إنك كلنا على فكرة كلنا على فكرة طبعًا بنبقى بالنسبة لنا الموديل بتاع الأب والأم هم دول، يعني بس ده غلط. ده غلط طبعا، غلط جدا. اسكتي بقى نبقى نتكلم على القصة دي، لكن أقصد أقولك إن 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 غصب عنك ده بيأثر عليكي في اختياراتك في حياتك. هقولك حاجة، هو أنت لازم تجردي نفسك من التصنيفة دي علشان لما تيجي تختاري تختاري بناء على إحساسك أنت الشخصي بالشخص اللي قدامك. بس هي الفكرة أنت هتستفيدي إيه من الحياة عشتيها معاهم؟ الأخطاء، ما تكرريش الأخطاء. فأنا اللي استفدته أنا، يعني أنا ما حطيتش نموذج المثالي إنه هو ده لازم يتكرر ولو ما تكررش يبقى أنا اختياري غلط. لا، أنا حاولت إن أنا أستفيد من الأخطاء اللي كانت بتحصل في الحياة إن أنا ما أكررهاش. مش بس الأخطاء ما بينك أنت ما بين زوجة وزوج، لا حتى ما بين الأبناء. يعني أنا أمي كانت مقفلة عليا جدا جدا جدا، وكانت بتخاف عليا جدا بشكل فظيع، فإلى حد ما منعتني من حاجات كتيرة جدا، منعتني من الاحتكاك بالحياة. يعني كان على نطاق محدود. احتكيتي متأخر. انا احتكيت طبعا متاخر جدا، يعني تعاملت مع البشر على قطاع عريض متاخر شويه. لما جوزت وخلفت، لكن وانا صغيره لا، وانا جوزت كمان صغيره جدا. فما لحقتش احتك قوي بالبشر وبالطبقات العريضه من الناس، ده لانها كانت مقفله عليا جدا. صلحتي الخطا ده مع ابنك؟ ده هو انطلق بقى. مش صلحته. بس انت قولي عندك هو ولد برضه، هو الولد خرج من ايدي، مش انا صلحته، هو خرج من ايدي. انا طبعا فتحت له المجال علشان خلي بالك ان انا برضو الاحتكاك بالبشر وانك يبقى عندك خبره في التعامل ده هتستفيدي منه قدام، غير لما تبقي في زجاجه كده اهو ومتقفل عليكي قوي هتندهش كتير. انا مش عايزاه يندهش، يعني انا طول الوقت ولحد دلوقتي برضه بندهش وبتصدم في حاجات كتيره جدا لانه مش واخده عليها. انما لما تحتكي بالحياه بشكل مبكر شويه ده بيخليكي تختاري صح، ما تغلطيش كتير، بتتخربشي. بالظبط كده، بالظبط ده المعنى، ده المعنى العامي والمعنى الدارج يعني. بالظبط كده، بتخليكي مش مخربشه، بس خليني اقول انك انت عندك خلفيه انه ممكن يحصل كذا فتتلافي. هتصدمي في الناس يعني؟ أكيد. بصي ما فيش حد ما بيتصدمش في الناس، بس الصدمة بتبقى هينة شوية، غير لما مبقاش عندك خبرة بتبقي متوقعة الضربة وشايفة إن هي ممكن تيجي يعني. بالظبط، يعني خليها في الخلفية. يعني مش لازم تكوني سيئة الظن بالناس كده، ما هو الناس كلهم مش صدمات في الحياة. لا يعني ما تخليش الناس تبقى مخضوضة من الحياة، لأنه ممكن حد يكون بيتفرج علينا يبقى حاسس إنه إيه ده الدنيا مليانة صدمات والناس مليانة أشرار لا مش الكلام ده. الأشرار معدودين جدا بس هما باينين بارزين. يعني بس الخلفية هتخليكي انك انت تبقي حاطة في يعني باك جراوند كده انه ممكن يحصل نسبة خطأ ما. اوكي، فتبقي بس يعني مراحة نفسك. ليكي كتاب اسمه ازاي؟ ده اخر كتاب، اخر كتاب ليكي، والكتاب ده انت بتتكلمي فيه عن الاكتئاب والتعامل معاه وازاي ان احنا نتعامل مع حالات الاحباط والاكتئاب اللي بتمر. هي ازاي تتعاملي مع الحياة بشكل عام؟ مش يعني هو انا اللي خلاني اعمله ان انا استشعرت ان الفتره اللي هي من بعد الثوره لحد قبل ما السيسي يتولى قيادتنا كلنا، الفتره دي كانت مليانه تخبط فظيع، وكان الناس مليانه عندها اكتئاب. مش بمعنى انه دلوقتي ما بقاش فيه اكتئاب، لا فيه طبعا، بس اكتئاب من حاجات اخرى، من الغلاء، من مشاكل فستق غلي قوي، يعني من حاجات كتيره. انما الفتره دي كنت حاسه انه الناس مش عارفه تتعامل مع الحياه،
مش عارفه تتعامل مع الناس اللي حواليها. فده كتاب يناسب كل الاعمار، مش بس الشباب، شباب ومن ما بعد الأربعين وكمان كبار السن والصغيرين. يعني انا هم 25 فصل، كل فصل بيتكلم عن طبقه معينه وعن فئه معينه وعن مرحله عمريه معينه علشان كل الناس تلاقي نفسها فيه. بس اكيد في حاجه كومن ما بين كل الحاجات دي، اديني نبذه كده قولي لي سريعا ازاي نقدر نتعامل مع الاحباطات والاكتئاب والمشاكل الكتير اللي احنا طول الوقت بقينا محاطين بيها في كل وقت، وخيبات الامل. خيبه الامل بص، هي طبعا دي حاجه يطول شرحها، لكن خليني اقول انه المشكله عندنا في الايمان. اوكي، احنا شعب مؤمن بطبيعته يعني، لكن ما بنمارسش الايمان ده. يعني انت احنا بنصلي وبنصوم وبنعمل عباداتنا جدا، لكن تيجي تطبقي ثقتك في ربنا ايه عمليا؟ يعني انت بتقوليها طول الوقت، ان شاء الله ان شاء الله، دي دايما مش بتتقال ان شاء الله، بتتقال احيانا بتهكم. ان شاء الله لما ربنا يسهل بقى. مع انه مفروض ان تتقال بثقه انه ربنا هيسهل فعلا. وانه ان شاء الله بجد. تعرف انا بنتي لسه امبارح بتقولي حاجه غريبه، بقول لها ان شاء الله، قالت لي ان شاء الله بتاعت المصريين ولا ان شاء الله بجد؟ طب شفتي، تلاقي ان شاء الله بتاعت المصريين، ان شاء الله بتاعت المصريين دي اللي هي على بال ما تفرق. يعني استغربت جدا. ده يبين لك انه في مشكله في الايمان، انه احنا ما عندناش الثقه دي. مع ان لما تيجي تتكلمي مع حد يقول لك ازاي انا عندي ثقه في ربنا ملهاش اول من اخر. ايوه انت عندك بس معنويا، لكن لما تيجي تمارسها فعليا هتلاقي انك صعبه يا حنين. ايوه بس لما الواحد لما بيكون محبط ومكتئب وفعلا عنده يعني عنده مصاب بخيبه من شيء، من موقف ما او من شخص ما، بتحس ان الدنيا صعبه فعلا. الدنيا صعبه، بس لما يبقى عندك يقين بربنا قوي هتعرفي انه الصدمه اللي حصلت لك دي علشان ما تعرفيش الخير اللي قدام. والمكان اللي انت سبتيه ده علشان ربنا شايل لك حاجه احسن. يعني مش هتعرفي، مش مساله تبرري، بس مساله هتبقي فاهمه، هيبقى عندك حته حكمه معينه لحكمه ربنا في اللي حصل دلوقتي، لانه مفيش عند ربنا حاجه وحشه. اعتقد ان كل الاشياء تعمل معنى الخير. الايمان بالغيبيات، الغيبيه، الايمان بالحاجه اللي انت فعلا مش عارفاها واللي انت مش عارفه الحكمه بتاعتها هي فين، هي دي. طول ما انت عندك الحته دي موجوده وانك تستبشري خير كمان. يعني انا هقول لك حاجه، انا لما جيت سبت البرنامج ناس كتير جدا ذهلت. ما انا عايز اسالك، طب انت لسه طبقتي ده؟ انت سبتي البرنامج، سبتي الشاشه، سبت الشاشه بمحض ارادتك. بمحض ارادتي جدا. والشاشه ليها رونقها وليها كده لاخرين، مش ليا. لا يعني برضو سبتيها بمحض ارادتك ومشيتي ليه؟ بصي انا مش سرقاني سكينه في الدنيا. ما عنديش حلو فكره. التعبير ده. انا مش سرقاه، اصل ده مهم ان الواحد يبقى مش سرقاه السكينه في الدنيا، ما يبقاش عبد لشاشه لاي شيء ولا اي شيء ولا الالم ولا لاي شيء. يعني يعني يعمل الدور البشري اللي عليه ويسيب الباقي على ربنا، وربنا ده توفيقه اهم من كل العلاقات والسيناريوهات اللي الواحد طول الوقت بيعملها عشان يظبط اموره. كله ده واهي، الاساسي هو اللي ربنا بيكتبه لك. وطالما بتعملي دورك البشري خلاص سيبي التوفيق ده بتاع ربنا. انا سبت الشاشه ليه بقى؟ انا قعدت سنتين يوميا بشتغل، وكنت سعيده جدا وتمام، وعملت الحمد لله حاجات جميله جدا في وقت كان صعب الحقيقه، وكنت بجيب كل اسبوع نجم، مش لازم نجم بس فني، نجم في مجاله، في سياسه، في اقتصاد، في ادب، في شعر. انا اكتفيت بالقدر ده وقعدت مع نفسي شويه، حسيت انه الشاشه لكل بريقها دي حاجه جميله جدا وعملت لي شعبيه كويسه، بس جت على حساب حاجه مهمه قوي عندي اللي هي الكتابه. الكتابه في المصري اليوم والكتابه في الاهرام. وعلشان ابقى صريحه مع نفسي، الكتابه في المصري اليوم والكتابه في الاهرام وكتبي اللي انا عملتها هي اللي وصلتني للشاشه. فما ينفعش انك تخوني حبيبك الاولاني علشان دلوقتي صاحب الفضل. بالظبط كده. علشان دلوقتي انت سرقاكي السكينه في حاجه معينه. زي بالظبط ايه دي؟ عامله زي مثلا لما تبقي في شغلانه مهمه جدا جدا وتنسي حياتك فيها، فتنسي بيتك، وتنسي بيتك الاساسي، وتنسي حبيبك، وتنسي اهلك، وتنسي اصحابك، وتنسي ابنك. لا، السكينه تسرقك يعني. السكينه تسرقك. فانا
مش عايزه اقول سبت الشاشه قبل ما الشاشه تسيبني، علشان ده يعني لا ده تعبير ده صعب شويه قاسي جدا، لان الشاشه لسه ما كانتش هتسيبك اساسا يعني هي خلص. الفكره بس انك انت اكتفيتي بالقدر ده دلوقتي ورجعتي لحبك الاولاني، ووارد جدا لانه انا حقيقي بامانه من ساعه ما سبت او من ساعه ما انسحبت، خليني اقول عشان انسحابي يعني فيها لفظ الطف من سبت دي، من ساعه ما انسحبت وانا عروض جات لي كتير جدا، بس انا كان الرد بتاعي انه انا مع احترامي لكل العروض وانا مبسوطه جدا طبعا، انه لانه ده تقدير على فكره مطلوبه بالظبط، ده تقدير الحمد لله ان انا قدرت اعمل حاجه فالطلب عليا كويس الحمد لله، بس خليني ده اختيار ان انا محتاجه شويه افوق لمقالاتي، لانه من ساعه ما رجعت الحقيقه واظبت جدا، مفيش اسبوع ما بكتبش فيه مقالاتي. صاحب بالين كدب وصاحب ثلاثة منافق، صاحب ثلاثة منافق، يعني خليني اقول انه اليومي ما ينفعش قوي مع الكتابه، يعني خليني نقول لو برنامج اسبوع هيبقى كويس، لكن يومي يومي صعب. وانا قلت لهم ببساطه، قلت لهم انا مش هقدر، يعني هو انا عملت حاجه لطيفه جدا، انا عملت تحايل شويه، انا ما قلتش انا هسيب البرنامج، قلت ايه طب انا مش هقدر غير يومين، طب انا مش هقدر ابقى غير يوم واحد، يعني حاولت ان انا اخلي فيه مبرر علشان لما اجي انسحب اقول لهم طب معلش بقى يبقى مش هينفع يعني، فاهمه؟ لكن ما جيتش قلت على طول انا هنسحب يا جماعه لانه ده صعب. من شغلك، مش من شغلك، من اول دراستك لعلم النفس ومن شغلك في الكتابه والصحافه، من شغلك على شاشات التلفزيون واحتكاكك الدائم بالناس والمشاكل الاجتماعيه، خليني اخد رايك في شويه مشاكل موجوده. احنا من واقع برنامجنا، احنا برنامج معني اكتر بالمشاكل بين الرجاله والستات او الرجال، عشان الاستاذ مفيد بيتضايق من كلمه رجاله دي، شفتي ازاي؟ ايوه انت حافظه، انا حافظه وملتزمه، انا درس لما باخده مره بيعلم ما بنساهوش. عايز اخد رايك كده في شويه، تفتكري ايه مشكله الرجال الشرقيين الاساسيه؟ معضلتهم فين؟ بصي انه مش عارفين يفهموا الست كويس. هل الرجل الشرقي فقط هو اللي مش عارف يفهم الست ولا الرجل بشكل عام؟ لا لا لا، الرجل الشرقي ما عندوش المجهود، ما عندوش خلق، يعني ما عندوش براح، يعني ما فيش الحاجات دي، يعني هو عايز الحاجه تبقى يعني احنا عندنا فرصه ان احنا نعبر عن نفسنا بكذا طريقه وبكذا اتجاه وبكذا اكسبريشن، انما الراجل اللي بيفكر فيه هو اللي عايز يقول، ما عندوش منافس كتيره. احنا اكثر تعقيدا عشان نبقى بس واضحين يعني، بس هو كمان ما بيبذلش مجهود علشان يفهمنا، ما بيبذلش مجهود علشان يسعدنا، ما بيبذلش مجهود علشان يقدرنا، مسائل بتبقى بسيطه قوي. ما بتحسيش ان الرجل الشرقي عنده ازمه هويه؟ هو مش عارف هو عايز ايه؟ لا هو مش بالعكس، عارف هو مين، هو الست اللي مش عارفه قوي هي عايزه ايه، يعني هو عارف هو عايز ايه لانه هو سيستماتيك، الراجل سيستماتيك، انما الست لا. فلانه واضح قوي، هو طبعا واضح جدا، يعني هو الراجل وضوح الشمس، هو عارف ان هو عايز ياكل دلوقتي وعايز ينام دلوقتي وعايز يشتغل وعنده اولويات في الدنيا. الست ممكن في حاجه تجب حاجه، في حاجه ترحلها وحاجه تطلعها، الراجل ما يقدرش يعمل كده، حاجات كلها عنده مستسلمه، ما ينفعش يرحل حاجه عن حاجه يتلخبط. الست لا، الست ممكن تعمل اربع خمس ست عشر حاجات في وقت واحد، الراجل ما يقدرش يعمل كده. الست تقدر تتحمل التعب الارهاق وتكمل، الراجل لا، ممكن يبانك يعني يفصل تماما عن الحياه. فهي الفكره بس ان هو بسيط قوي، بس هي علشان مش عايزه اقول مركبه قوي، يعني هو بسيط قوي في حين ان هي كتيره قوي، فمش قادرين يتلاقوا، يعني هو ابسط بكتير. تشوفي الست ظالمه ولا مظلومه في مجتمعنا؟ لا هي مظلومه، هي مظلومه لان هي عايزه حاجات كتير قوي في وقت واحد، مش قادره تفنط نفسها. الراجل قادر يفنط نفسه، وهي بتطالبه باشياء كتيره جدا بس ما بتختارش التوقيت المناسب. عارفه الست الذكيه هي اللي بتختار التوقيت المناسب واللغه المناسبه ليه. على فكره اللغه اللي انا بتكلم فيها انا وانتي مختلفه تماما، ممكن تكون مش مناسبه خالص للحديث مع الرجل خالص على فكره، لان احنا ممكن نفهم بعض بكذا حاجه، ممكن العينين انتي تبقي عارفه ايه اللي ورا كلامي ده، مش لازم اعبر عنه او مش لازم اوضحه اكتر من كده، بس انتي فاهمه. الراجل لا، الكلام اللي انت بتقوليه هو اللي هو فاهمه، او اللي انت هتصدريه له هو اللي هيوصل له.
طب أيهم أكثر حدة؟ غيرة المرأة من المرأة ولا غيرة المرأة أو غيرة الرجل من المرأة؟ لا، غيرة الرجل من المرأة أكثر حدة طبعا، لأنه هو على طول لما بيحس بيحس بقلة اهتمام، حتى لو هي مش قصده ده. يعني فريدي الشخصية الأنثوية أهم منه مثلا، هي مش هتحسسه بده أبدا على فكرة، إلا لو كانت ست غبية. الست الغبية هي اللي تحسس كده. المفروض أنه الكبيرة دي اللي عاملة نفسها أو واصلة لمراتب مهمة جدا في الشغل بره البيت، لازم تبقى مع جوزها، لازم جوه البيت تبقى مش أقل، مش بقول أقل، ليه أقل، لكن تكون الحبيبة بس. يعني المجردة من كل المناصب والمراتب وكل الحاجات دي كلها. على فكرة هي ست بتحتاج كنف الرجل حتى لو هي في أعلى المناصب، ده احتياج ليها. بس هي أحيانا بتطلبه أنه هو يقدرها كما الخارج، أو بنفس تقدير الخارج، أن هي سيادة الوزيرة وسيادة المشففين، فما ينفعش أنها تعمل كده. لا، خلي التقدير بتاعها تقدير كحبيبة، بلاش حكاية تقدير أنها مذيعة فظيعة. أنها يعني هقول لك حاجة، أنا مش بالضرورة أن أنا أقول لزوجي مثلا أنت قريت المقالة النهاردة، غالبا ما بيقراهاش ولا بيتفرج عليا، وغالبا ما بيتفرجش، ومن زمان، مش من لما كنت، مش لما بقيت مذيعه، لما كنت ضيفه. مش بالضروره انه يتفرج عليا على فكره، ومش بالضروره ان هو اول ما ارجع اقول له ها اتفرجت، يقول لي يا جمالك يا حلاوتك انت ما حصلتيش، ايه الطعمه دي، انت مذيعه. لا طبعا، لا طبعا، ومش هيقول كده. وانا مش لازم اتضايق انه ما قالش، ومش لازم، بلاش بلاش كده كمان، مش لازم لما ابقى لابسه حاجه كويسه جدا وخارجه معايا خارجه معايا، مش لازم انه اول لحظه اتوقع ان هو اول ما يشوفني يقول ايه الجمال ده، بس ممكن بعديها بشويه واحنا قاعدين مثلا، على ما يلاحظ، على ما يلاحظ. ايوه. ودي على فكره مش قله اهمال، هو الراجل كده، هو دي حدوده، يعني دي حدود، هو مش عايزه اقول محدود امكانياته التفكير. بسيطه امكانياته بالظبط، هي بجد كده، وده مش عيب. في ناس ممكن يكونوا امكانياتهم اعلى من كده، بس ده استثناء مش القاعده. يعني القاعدة انه الامكانيات بتبقى، مش الامكانيات، هي المسائل بتبقى عندهم ابسط. احنا عندنا بتبقى في حاجات كتيرة قوي. يعني انت بتنتهي معظم الوقت الكتابة الساخرة. والكتابة الساخرة ده مش مدرسة الاستاذ مفيد في الكتابة قوي. لا خالص. اتقنتيها منين؟ مين مثلك الاعلى في الكتابة الساخرة؟ انا بحب ابراهيم عيسى جدا. وكمان كتاب اجانب الحقيقة. فبحبهم جدا. وبعدين بالممارسه بقى ابتديت اكتشف انه انت ممكن تقولي الراي اللي انت عايزه تقوليه بسخريه، وجايز تكون سخريه لاذعه جدا، فيوصل اكتر من الراي الجاي. عمر حد اتضايق منك وانت ما قلتي رايك فيه بسخريه من اللي كتبتيه؟ لا، لو ضحكته، لو عرفت اضحكه يبقى اكيد مش هيتضايق. او حتى لو اتضايق وهو بيضحك يبقى انا وصلت الرساله اللي انا عايزه اوصلها، وفي نفس الوقت ما زعلتوش. بس انا كمان ما بعتمدش في الكتابه الساخره على ان انا اجرح او ان انا اهين، لا، بس ممكن تاخدي خبر ما معين او شيء مثلا حدث حصل في المجتمع. وبعدين خلي بالك انه كمان المصريين عموما هم ساخرين بالدرجه الاولى. يعني طب مين من الكتاب الساخرين الشباب بقى اللي انت بتحبيهم حاليا؟ انا سالتك على اللي انت يعني شايفاهم مثلا اعلى ليكي، لكن من المعاصرين ليكي او الاصغر منك. والله في اسماء كمان مش معروفه، يعني مش معروفة إعلاميا. عندهم ملكة جميلة جدا. يعني أنا أوقات بقرأ بوستات لناس معينة، فبقول الناس دي مش كتاب ليه؟ عندهم السخرية دي. وأوقات الكتابة يعني التزام، خلي بالك التزام. طبعا، بس كمان محتاجة محتاجة رعاية. ومحتاجة ناس تبقى عارفه تشلتر الموهبه دي. يعني في موهوبين كتير جدا جدا على فيسبوك حقيقي، يعني وبشوف انهم بيقولوا كلام عادي جدا بس يهلك من الضحك، وممكن ما يكونش ليهم علاقه بالكتابه خالص، بس هم هايلين في الكتابه. دي مشكله بقى لما يكون البني ادم مش عارف مجاله ايه، موهبته بالظبط كده. يعني في ناس كتير بيحترفوا الكتابه لكنهم في مجالات اخرى، ودي اللي بيخلي البني ادم انه احيانا يجيله اكتئاب، لانه موجود في مجال معين مش شبهه، وبيشتغل في مجال تاني ملوش علاقه بيه، بس لانه التنسيق خلاه كده، العلاقات خلته كده، بيروح في مجال تاني بيشتغل فيه وبيبقى ناجح برضه، بس هو الملكه بتاعته في حته تانيه. فمهم جدا انك انت تدوري
جوه نفسك وتعرفي الملكة بتاعتك فين بالظبط عشان ما تبعديش عن روحك. لأنه أنت كل ما بتبعدي عن الملكة بتاعتك أو الموهبة بتاعتك أنت بتبعدي عن روحك الحقيقية. طب الزوج ممكن ما يقراش المقالات بشكل يومي أو بشكل منتظم، لما الأستاذ مفيد بيقرأ مقالاتك بشكل منتظم؟ طبعا لا، ده أساسي الحقيقة يعني، لأنه نقده لازع ليكي جدا. هو بيقرأ للنقد على فكرة. هو بيقرأ للتشجيع؟ لا 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 خالص يعني، عذراء ولا إيه؟ لا لا لا، بابا جوزاء. بابا جوزاء ناقد لازع، وهكذا كل الجوزائيين يعني. إنما هي الفكرة، وده مش وحش على فكرة، هو اللي بيحبك مش لازم يهللك بالظبط، اللي بيحبك لازم يقولك على عيوبك، واللي ما بيقدرش يحتمل انك تقولي له عيوبه اعتقد انه مش هيصلح نفسه ابدا. يعني انا مع اصحابي مثلا حتى كده بحب اقول العيب، ومش بشكل فيه انتقاد قد ما انت علشان بتحبي الشخص اللي قدامك لازم تلفتي نظره، ولما تيجي من القريب احسن ما تيجي من الغريب. بالظبط. فهو بيعمل كده بابا معايا، دايما بينتقدني يقولي لا على انتي فكره. برج ايه؟ انا دلو. دلو؟ لا ده ابن حلال خالص. انا عايز اسالك على الابراج، ما احنا هنخش على الابراج وساخر دلوقتي. هو طول الوقت ساخر يعني، دلو ساخر جدا يعني في حياته، يعني دايما بياخد الحاجه ويقلبها لسخريه. يعني متهيالي ده المنفذ بتاعه للتعامل مع الحياه بشكل ناجح. طب يعني قبل ما ندخل في قصه الابراج، عشان انا احب اتكلم معاكي قوي فيها. ما فيش حد ما بيتكلمش معايا في الابراج وفي الاحلام وفي الشعر يعني. احنا هندخل بقى في الجنب في الجانب ده، بس احنا الاول هننزل سالنا الناس عن قصه الابراج دي، لان واضح انها مؤخرا بقى ليها تاثير قوي جدا على علاقات الناس ببعض يا على شيخة. فكره فنزلنا نسال الناس نشوف رايهم ايه في الابراج، وهنشوف رايهم ونرجع نكمل كلامنا مع حنان مفيد فوزي الصديقه. بتؤمني بالابراج ولا لا؟ على حسب يعني، بؤمن اللي هو لو يقول لك يوصف لك صفات بس بقى جو مش عارفه هتموت بكره او هيحصل لك حاجه وحشه بكره، ده لا فاتسي يعني. ايوه. ليه بقى؟ لان في حاجات فيها حقيقه بتحصل يعني. لا لا ما بؤمنش بالابراج، لان ده كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت برج ايه؟ مش عارف والله، عشان مش حاطط في دماغي فكره زي كده. واحد قبل كده قال لي في نجمه في ايدك، النجمه دي تدل على ان انت هتبقى في حاله سعاده وهيبقى عندك فلوس كتير. طب انا دلوقتي ظروفي زي الطين ومش محظوظ، اعمل له انا ايه بقى؟ قال لي خلال 2015 هيبقى فيه نعيم وهيبقى فيه عندك حاجات كتيره قوي. استنى من 2015 الى وقتنا هذا وانا منحوس اهو ومش لاقي اللبن. كلها خرافات. ما مش بؤمن بيها، مش بآمن بالابراج، بس عارفه ان في اغلب ناس بيبقى صفاتهم قريبه من بعض، لكن مش بآمن بالابراج. انا برج العذراء. قريتي عنه قبل كده؟ كتير من وانا صغير يعني، يقولوا كويسه طيبه مش عارفه ايه الحاجات اللي هي معروفه يعني عن برج يعني. انا باخدها كموضوع تسليه، انما كذب المنجمون ولو صدقوا. برج الاسد هيجرى لكم حاجه حلوه السهل. لا ده طبعا هلس جدا. درست علم الابراج؟ انا درست الفلك. فلك؟ الفلك ومنه علم الابراج، ودرسته مش عشان استخدمه في حاجه، انا درسته هوايه كده يعني. حبا في الموضوع، لانه كنت حاسه انه اي سوء تفاهم بيحصل ما بين الناس بيبقى اصله انه مش متوافقين مع بعض. طب مش متوافقين مع بعض ليه؟ لازم في صفات ما بتتوافقش مع صفات، فحبيت ادرسه من المنطق ده. بس هما زي ما بيقولوا، انا عجبني قوي بتاع النجمه. شفتي بتاع النجمه؟ دمه خفيف قوي. فظيع. لا ما هو هي المشكله في انه العرب عموما بيحصروا الابراج في نطاق التوقعات، وده غلط طبعا يعني، ده غلط وعلميا خاطئ جدا يعني. هي الفكره بس فكره الصفات والصفات المشتركه، وكل برج بيبقى له صفه مميزه عن البرج التاني. لما الناس بتستخدم الحاجات دي ما بيبقاش فيه سوء تفاهم، لانه خلاص انا عارفه انت ايه صفاتك وايه اللي اتجنبه منك. يعني مثلا انت عذراء. اذا انت شعرفك ان انا عذراء. اخص عليكي. قلبي
قلبي بيقول لي العذراء بيبقى سبيسيفيك قوي، يعني حد تو ديب انتو ديتيلز، بيحب تفاصيل جدا، بيركز في التفاصيل بشكل مرعب. ممكن يغرق في التفاصيل لحد ما ينسى الصوره الاساسيه يعني، وده الاهتمامه بالتفاصيل لانه حاسس ان التفاصيل دي هي اللي بتوصل للصوره الكامله للب الاشياء. تمام. طيب بس هو انتقادي يعني، عينه تجيب الحاجه وحشة. الغلط قبل يعني افرضي مثلا مكان كويس جدا لكن في حاجه مش معدوله، عينه تجيب الحاجه اللي مش معدوله قبل. تمام. مفيش جوزاء مش كده، الدلو مش كده، الحمل مش كده، فكل برج عنده حاجه مميزه. افرضي انا بتعامل معاكي لما اعرف عنك الصفه دي هحاول بقدر الامكان ان انا ما اعملش حاجه مش مظبوطه عشان انت مثاليه او ما تتضايقيش مني لو نبهتك ليها. بالظبط كده يعني. لما المشكله ان انا لما ببقاش عارفه صفاتك يا ما بقاش عارفه اخرك، مش عارفه سقفك، فمن هنا بيحصل سوء تفاهم بين البشر. فلما نستخدم الابراج في نطاق الصفات والطباع ازاي، وحتى انا كمان لما ابقى عارفه طباعي ايه اقدر احسنها. يعني انا زمان كان عندي نسبه التوتر دي، عندي طبعا، بس دي من البرفكشن ان انا ببقى عايزه ان انا اعمل حاجه بشكل كويس ومظبوط، بس زمان كانت التوتر كان عالي قوي. دلوقتي خلاص خف، ما بقاش عندي التوتر ده الفظيع جدا، لانه عارفه انه المساله انا عملت اللي عليا، خلاص الباقي على ربنا وانتهي. بس بقى توقعات الحظ وانت السنه دي لا لا لا، كل ده النجم في مش عارفه ايه والحاجات دي، كل ده كلام انا ما بقتنعش بيه. ولما رحت درست ما لقيتش ده. يعني ما كانش فيه، كان حاجه تانية خالص، الكواكب وتاثيرها على الابراج، وانه كل كوكب له تاثيره على البرج من حيث موقعه في الشمس، موقعه ما بين الشمس والارض، يعني تفاصيل علميه ملهاش علاقه بانه عريس مستني على الناصيه او انه في نعيم هيحصل في 2015 وكل الكلام ده، لانه المصائر والاعمار والارزاق بايد ربنا. يا ريت كان الواحد فتح المندل وكان عارف ايه اللي هيحصل له فكان تلفاه وخلاص. قابلتي ناس الموضوع ده مأثر عليها تأثير كلي وكامل وبتحتكم إليه وبتمشي بيه بشكل مرعب؟ كتير كتير. ده أول ما حد بيشوفني مثلا وعارف من أصحابي يعني اللي عارف إن أنا يعني دارسة الموضوع ده، فعندهم سؤالين. أول سؤال، الحمل أخباره إيه السنة دي؟ أو الجدي هيتطلق ولا كويس؟ الحوت هتجيله فلوس؟ يا جماعة مش عرفني. أنا مش عرفني، ما هو أنا لو عارفة كنت عرفت الروحي. وما بصدقش التوقعات والحاجات دي كلها لانه كل ده كلام فارغ يعني. خليني ارجع للقضايا الاجتماعيه قبل ما اكمل في موضوع الاحلام. انت بتتكلمي عن الطلاق، شايفه بتفسري بايه نسبه الطلاق العاليه اللي بقت منتشره في مجتمعنا؟ مصر الاولى عالميا في نسبه الطلاق. بصي طبعا ما تقدريش تنكري انه الظروف الاقتصاديه ليها عامل كبير جدا. وكمان الاضطراب اللي حصل لنا، يعني الاربع سنين او الخمس سنين اللي احنا عشنا فيهم دول لخبطت معايير كتيره جدا، وخلت الناس قبليها كانوا بعاد عن بعض قوي، والناس كانت مشغوله، يعني كل واحد مشغول في حياته. لما جم قربوا لنفسهم لقوا في فجوه. بالظبط، ان الاضطرابات والمشاكل دي بتبقى كاشفه، هي مش هي سبب المشكله ولكن هي بتكشف عن وجود المشكله. ايوه، لانك انت في الحياه اللي قبل كده بتبقي متغاضيه عن اشياء كتيره جدا. ملهيه. برافو عليك، انت استخدمتي الوصف الدقيق. فلما بتيجي تبصي الاثنين دول ملهيين طول الوقت وما بيقابلوش بعض غير باي باي كومستاي، فجاه يقعدوا مع بعض عشان في حظر تجاوز، فتلاقي انه ده جاي من خلفيه تانية ودي جاي من خلفيه، رغم انهم بقالهم 20 سنه مثلا عايشين مع بعض، بس الاول مره يقفوا قدام بعض بشكل امين جدا، فيكتشفوا ان في حاجات كتيره قوي تغاضوا عنها دلوقتي بيسالوا بعض عنها. فهتلاقي في فجوه رهيبه. فالفتره اللي فاتت كان في نسب طلاق رهيبه جدا، لانه لما جم اتقابلوا بعديها ب 10 سنين لقوا ان هما الاثنين. فاكره مسلسل اللقاء الثاني؟ ايوه هو ده. هو ده فعلا، هو اللقاء الثاني كان في الثوره. اللقاء الثاني كان في حظر التجول. لا، وحظر التجول ده جيب والحاجات الشعبيه، اللجان الشعبيه دي عملت مشاكل على فكره. حظر التجول ده زودنا مليون اساسا. طبعا. لا، وفي نفس الوقت كمان ابتديتي تكتشفي انك انت مش عارفه الشخص اللي قدامك. لانه انت ملهيه. عشان كده انا بقول لك اوحش حاجه في الدنيا لما تبقي السكينه سرقاكي وفي حد بيقول لك حاجه في الاير بيس.
في حد بيقول لا لا ما انت مذيعه بقى وعارفه في شخصيات بتلعب في الاير بيس. اوكي كانوا بيعملوا كده معايا على الهوا على فكره. كانوا بيعملوا كده في المخرج كان بيعمل المخرج دايما كل اللي بيقول لي دلوقتي شفت يا احمد فضحتنا على هوا. لا لا ما هو ده وارد ده في كل القنوات على فكره. ابقى في عز اندماجي تلاقي في افيه ضرب في الودن بوظ الدنيا بوظ الدنيا. طب تعالي نرجع للاحلام. انت عندك كتابين حلمي حلمك وعندي كتابين على الابراج هم انا شغاله كده على خير. لا استاذه الاحلام بقى دي عالم لوحده. انت بتعملي ايه في نفسك لما بتحلمي؟ بكتب. يبقى عندي اجنده جنبي بكتب بالظبط اللي انا فاكراه كل اللي انا فاكراه حتى لو كان بشكل مش مرتب لانه ده فيما بعد عنده زي رمز. يعني الرموز دي كلها لما بتجمعيها مع بعض بتشكل لك حاجه معينه انت حاسه بيها ومش عارفه تعبري عنها. في ناس ما بتفتكرش احلامها دي دلالتها ايه؟ هي الفكره مش ما بتفتكرش احلامها. هي الاحلام بتمثل ليها تهديد ما معين فبتسقطها في اللاوعي قبل ما تصحى. ما هو الدماغ دي عالم يعني عالم مش عايزه مرعب عالم مرعب بيعمل سيناريوهات وحاجات زي كده. وخلي بالك ان اللي مش محسوم في الحياه العامه في الحياه العاديه بتحلمي بيه يعني بيبقى توابع. يعني الزلزال لازم تواجهيه في حياتك. لو ما واجهتيهوش وحسمتي الموقف اللي انت فيه دلوقتي بيترحل على اللاوعي. لما بيترحل اللاوعي بيظهر لك بقى اشباح في الاحلام. طب حلم اليقظه عارفه في بيبقى كده حته انت ما بين الصحيان والنوم صحيح بتحلمي فيها الفترة طبعا دي. بس بتبقي واعيه يعني بتبقي واعيه انك انت بتتخيلي شيء. هل ده بيبقى تمني ولا تمني؟ طبعا بيندرج تحت بند التمني. بس كل ما تكوني مؤمنه بيه كل ما تستدعيه. انما لما ما بتؤمنيش بيه بتبعديه عنك خالص. يعني افرضي مثلا واحده طول الوقت حاسه ان هو هيجي لها فارس الاحلام بس هي من جواها مش مصدقه ولا هيجي. انما لما تحس انه الشخص المناسب بالنسبه لها اللي هي مقتنعه بيه هتقابله هتقابله ذات يوم بس تبقى مصدقه ده حتى في حلم اليقظه بتستدعيه تستدعي الظروف. لانه روحك اقوى. يعني الروح اقوى من الذات. الذات دايما بتبقى منغصه هي اللي الذات دايما جوانا هي اللي بتكربجك هي اللي بتهبطك هي اللي بتفشلك. انما الروح هي اللي بتعليكي. فكل ما تكوني يعني عندك ارتباط وثيق بروحك كل ما تكوني مقربة قوي من روحك كل ما أحلامك تتحقق. لأنك أنت بتخبي الطبيعة البشرية اللي خلقك بيها ربنا روحك. تمام؟ إنما في ناس كتير قوي طول الوقت أو معظم الناس يعني مع الأسف بتبعد عن روحها. الروح دي لوحدها سر إلهي مش عارف أولها من آخرها. يعني بتبقى مندمجة مع جسمها أكتر. يعني فاهمة إن هي هتروح المشوار الفلان ده وهتعمل ده كل دي اندماج مع الجسم. ما بتغذيش روحها يعني. لكن مش اندماج مع انفصال عن الروح. كل ده اندماج مع الجسم لكن انفصال عن الروح. أنا مبسوطة قوي النهاردة. وأنا والله حاسة إن أنا قاعدة في الليفينج والله. بجد حقيقي انبسطت جدا بوجودك معايا النهاردة يا حبيبتي. وأنا كمان والله. ربنا يخليك. البرنامج ونورتيني في دريم. ولازم يكون لنا لقاء مره تانية نتكلم فيه اكتر عن الاحلام وعن وعن الابراج وعايزه عن الشعر وعن الكتاب الجديد وعن الكتاب الجديد باذن الله ولو حصل طبعا تجربه تمثيليه سينمائيه او تلفزيونيه سيت كوم بقى تخصينا بيها على طول. ارجوكي ارجوكي خلاص ارجوكي. ميرسي جدا لوجودك النهارده معانا نورتينا في سيداتي يا نساتي. اشكرك. فاصل وهنرجع نكمل معاكم.